أي خلق هذا عند رجل يريد أن يجلس على كرسيه وأن يستمر ويستقر في منصبه ولو كان ذلك على جماجم أهله وأبناء شعبه، ولو كان ذلك على حساب امتصاصه لدمائهم وتمزيقه لأشلائهم؟ أي خلق؟ أي خلق؟ القلب يحترق، ورب الكعبة القلب يحترق حينما أشاهد واقع أهلنا في سوريا. والله أبكي بالدمع، والله أبكي بالدمع، ولا أستلذ بشيء. أي واقع هذا وأي خلق؟ في اليومين الماضيين في يوم واحد، في يوم واحد يقتل أكثر من 100 ابن من أبنائنا، من أبناء المسلمين في سوريا. أي خلق هذا؟ ولذلك أنا أخاطب الآن في هذه الليالي المباركة كل مسلم صادق، كل ضابط حر أبي، وكل جندي حر أبي، وأقول له صادقا لله جل وعلا: يحرم عليك يا أخي، يحرم عليك يا أخي مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف أن توجه سلاحك لصدر أخيك وصدر ولدك وصدر أمك وصدر أختك وصدر ابنك وابنتك. يحرم عليك الدماء، الله الله في الدماء. أي واقع هذا الذي نعيشه؟ صارت الدماء الآن أرخص شيء. انظروا إلى الواقع في سوريا، انظروا إلى الواقع في اليمن، انظروا إلى الواقع في ليبيا، انظروا إلى الواقع في مصر. أصبحنا نسمع الآن عن جرائم القتل وكأنها صارت أمورا عادية. تسمع عن مجموعة من البلطجية هنا في مصر أو الشبيحة في سوريا أو غيرها، خرجوا وقتلوا بدم بارد بلا خلق رجلا أو امرأة أو 10 أو 100 بكل بساطة. ووكالات الأنباء تنقل الأخبار وكأنها تنقل أخبار موت سرب من الحمام أو سرب من الطيور أو من النمل أو من الذباب. أصبح الناس في هذا الزمان أرخص من الذباب، أرخص من الذباب، أرخص من النمل. يريد الظالمون والمجرمون أن يطأوا الخلق بأقدامهم. أصبحت الدماء أرخص شيء الآن. أنسيت أن الملك الذي أمهل ولم يهمل، حي لا يموت، قيوم لا ينام، من يدريك؟ من يدريك؟ لا تنسى نفسك ولا تنسى ربك، وحكم دينك وحكم شرع ربك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، وحكم عقلك يا أخي، وانظر إلى هذا الواقع الذي تعيشه. والله الذي لا إله غيره، إن لم تتعظ بما حدث في مصر وتونس فأنت أعمى البصر وأعمى البصيرة، ولن تفيق أبدا إلا وأنت في معسكر الموتى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الذي أعطاك الحق أن تحمل هذا السلاح الآلي؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟ أي غابة هذه التي تعيش فيها؟ أي غابة هذه التي تريد أن تجعلها دولة أو أمة ليعيش فيها الخلق، ليأخذ فيها كل واحد حقه المزعوم والمشؤوم بذراعه وسلاحه ويده؟ أيها المسكين، الدماء، الدماء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من قتل نفسا، اسمع لقول ربك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
يا للعظمة، يا للشرف. هذه قيمة الحياة، وهذا قدر الحياة، وهذه قيمة الدماء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخاطب الآن كل المسلمين في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل مكان على وجه الأرض، أخاطب أمتي الحبيبة وأقول: احذر يا أخي، احذر أيها المسلم، احذر أن تلقى الله عز وجل وفي عنقك دم امرئ مسلم، احذر هذا. ورب الكعبة سيأتي المقتول بك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق، ليدفعك دفعا، ليوقفك بين يدي الملك الحق جل جلاله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع منصب ولا جاه، يوم لا ينفع كرسيك ولا من أجلسك على الكرسي ولا من نصبك في منصبك، لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله الذي لا إله غيره سيأتي بك المقتول من أرض المحشر حيثما كنت ليدفعك دفعا، ليوقفك بين يدي الملك ويقول ماذا؟ ويقول المقتول: يا رب، سل هذا، سل هذا القاتل، سل هذا الظالم، سل هذا المجرم الذي سفك دمي، يا رب سل هذا، فيما قتلني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث ابن عباس بسند حسن: يجيء المقتول يوم القيامة وأعناقه وأوداجه، أي عروق عنقه، وأوداجه أي عروق عنقه تشخب دما. هل تخيلت معي هذا المشهد في أرض المحشر في يوم القيامة، في يوم الفضيحة، في يوم لا ينفع فيه منصب ولا جاه ولا مال ولا بنون ولا ينفعك فيه أحد؟ تدبر هذا: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه أي عروق رقبته تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا، أي القاتل، فيما قتلني؟ ماذا سيكون جوابك؟ ماذا سيكون جوابك يا من قتلت أهلك، يا من قتلت إخوانك، يا من قتلت أبنائك، يا من قتلت شعبك؟ ماذا سيكون جوابك بين يدي الحق تبارك وتعالى ورب الكعبة؟ ورب الكعبة، دنياك مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، لأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر. سفك الدماء التي صارت أرخص من التراب، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث بريدة: قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. انتبه، أحذرك ورب الكعبة، أحذرك ورب الكعبة، أحذرك ورب الكعبة من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة، ومن وقفة لا تقدر عليها بين يدي الله جل وعلا. بل واعلم بأنك ستخذل وستفضح في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتب إلى الله، وإن لم ترجع إلى الله، وإن لم تعرف قدر الدماء وحق الحياة وحرمة هذا الحق الذي ليس من حق أي أحد البتة على وجه الأرض أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته، لأن الله وحده هو واهب الحياة، وهو وحده صاحب الحق في سلب هذه الحياة في الوقت الذي شاء وفي حدود شرعه الذي شرعه سبحانه وتعالى.